احنا دلوقتي والله بنعاني كتير من الميه بتاع الصرف الصحي. البيوت بتاعتنا مليانه اميه صرف صحي، والاطفال متأذى منها وبيجيلهم حساسيه وبيجيلهم الجرب. يعني احنا دلوقتي بنناشد المسؤولين لثلاث مرات، وبنقول لهم يا مسؤولين غسونا، ده احنا بنغرق في مية الصرف الصحي. عندنا محطة معالجة في الفؤاري، في اعلى حتة في الفؤاري، وبتصب على البيوت. يعني احنا دلوقتي الفؤاري ما فيهاش صرف صحي، وكلها طرنشات، والنقلة الناس بتنزحها ب25 جنيه، والنهاردة علشان واحد يروح لجاره ويقول له تعال انزح بيدور المسك في بعض، وممكن يموتوا بعض علشان يقول له لا انا مش هنزح، وده يقول له لا انزح، ده انت الميه جايه من عندك، لا ده انا الميه جايه من عندي. وبنقول بنناشد الناس الكبار وبنقول لهم غسونا علشان الناس ما تقعش في بعضيها، علشان الصرف الصحي حرام حرام حرام. فبالتالي المفروض يعني على المسؤولين ان هم مثلا يقومون بموضوع الصرف الصحي للبلد، حتى عشان خاطر الاطفال الصغيره اللي بتعاني من الامراض اللي جات لهم دي. عايزين صرف صحي يا باشا، والبيوت كلها مليانه ميه، وبيتنا والله العظيم فيه يمكن احسن من ربع متر ونص متر ميه، والاطفال والرجاله الكبيره كلها مرضانا عشان الصرف الصحي ده. وفي صرف صحي تبعنا هنا في الفواري في الجبل هنا جارنا، ويا ريت تساعدونا بالصرف. ومش هيصرف، ده احنا بينا وبين البلد وبيننا ما فيش يمكن 100 متر ولا 120 متر، يعني مش هيصرف معاكم اي حاجه. وهتلاقي الشوارع كلها ميات، وهتلاقي الطرنشات كله بينزح كل 10 15 يوم، والبيوت فوق على وش الميه، ومش عارفين نمشي، ما بنعرفش نمشي في الفواري خالص، وما بنعرفش نمشي. يعني الواحد بيبقى ماشي رجليه بتبقى بايظه من الطينه والميه اللي هي في الشوارع بتاع البلد بتاع الفواري، عشان الصرف الصحي ما دخلش البلد. يوم ماشي الكشح شغال بقى حاجه بيطلع 200 نقل الكشح هنا، ومفيش مزاولة ولا جرارات ولا اربعه شغالين يوماتي بالحجز ليل ونهار، والنقل ب 25 جنيه مفيش. اعمل حسابك يعني العين زهق، هيسد كهرباء ولا سد ناس كشح ولا سد ايه ولا يعمل ايه، وبكل املاك دوله. يعني اعمل حسابك اللي بأجر في مصر احسن من هنا.